مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. النهاردة يوم جديد من أيام هو وهن، وحلقة جديدة إن شاء الله تعجب حضراتكم. معنا النهاردة إن شاء الله فقرات كتير حلوة، بس في البداية خلوني أسلم على نرمين وديما. ازيك يا ديما؟ ازيك يا مروة؟ ايه الأخبار؟ كله حلو، وأنا أكيد برحب بكل اللي بيشوفونا دلوقتي على شاشة قناة المحور. حلقة جديدة إن شاء الله تعجب حضراتكم. خليني برضه أسلم على نرمو. ازيك يا ديمزي؟ أخبارك إيه؟ كله حلو. ازيك يا مرمورة؟ ازيك يا نرمو؟ أنا كمان خلوني أسلم على كل هو وهن بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من أيامنا من هو وهن على شاشة قناة المحور. النهارده الحلقة الحقيقة لهو وهن عن صحة هو وصحة هن. الصحة من الحاجات الحياة المهمة جدا إن إحنا نهتم بصحتنا. وخليني أقول إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة وملف الصحة الحياة وكان من أهم أولويات سيادة الرئيس، وحصل فيه تطور كبير جدا، وفي مبادرات كتيرة جدا الحقيقة حصلت، وكان على رأسها حملة 100 مليون صحة. يعني ملف الصحة ده ملف مهم جدا طبعا. جدا، والدور التوعوي المبادرات دي وزارة الصحة بتقوم بيه مش بس للكبار لكن كمان للأطفال. عايز أقول لكم أن المبادرات دي مش بس بتقتصر على علاج المواطنين، لا كمان بيتم المتابعة معهم بعد شفاء. حاجة عظيمة الحقيقة، فعلا حاجة مهمة جدا جدا، وحاجة بتسعد كل المصريين ان هم بقوا ليهم مكان يروحوا يكشفوا فيه ومتابعة بعد المرض. عشان كده النهاردة ان شاء الله هيكون في فقراتنا معنا نسمة مدحت وهبة عزت، عاملين مبادرة جميلة جدا اسمها خليهم يعتمدوا على نفسهم. وهدفها المبادرة دي ازاي اخلي طفلي يقدر يعتمد على نفسه ويكون صاحب مسؤولية، خصوصا في فترة الاجازة، لان احنا في فترة الاجازة مطولين شوية. وكمان في فقرتنا التانية هنتكلم فيها عن مبادرات وزارة الصحة ووصلت لفين، واحنا هنتكلم النهاردة ان شاء الله باستفاضة هنعرف التفاصيل كتير جدا مع دكتور منى خليفة مدير وحدة المبادرات الرئاسية بوزارة الصحة والسكان. وفقرتنا الأخيرة إن شاء الله هيكون معنا فقرة المطبخ، هنعمل أكلة سهلة وبسيطة إن شاء الله مع ديما تعجب حضراتكم. قبل بقى ما نبدأ أولى فقراتنا، امبارح حصلت حالة من الفرحة والسعادة بشكل جميل جدا بعد حصاد مصر 3 ميداليات في دورة الألعاب أولمبياد باريس 2024. وكمان وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لأبطال مصر الفائزين بميداليات في أولمبياد باريس 2024. وكتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، لقد رفعتم اسم مصر عاليا. أحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، وسارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال، ومحمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف. فطبعا دي حاجة جميلة جدا ومشرفة لكل المصريين، وإحنا طبعا بنبارك لهم ومزيد من النجاح بإذن الله. مبروك لكل أبطال مصر الفائزين بميداليات أولمبياد باريس 2024. خليني أقول إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما إحنا قلنا في البداية هو كان مهتم جدا بالصحة، مهتم بالمرأة، مهتم كمان بالشباب وأبطالنا الرياضيين. فمبروك لمصر وشكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمامك بولادنا وبشباب مصر.